جولة صحفية جديدة على أسف جود نقدم لكم من خلالها أهم العناوين الصادرة حول جهة مراكش أسفي لهذا الصباح. جولة صحفية نستهلها من يومية الأخبار لنقرأ لكم: رديس ترفض نشر تحاليل 10 ملايين متر مكعب من مياه الشرب. الوكالة لديها 81,867 زبونا في قطاع الماء وتؤكد أن تحاليل الجودة ترسلها إلى وزارة الداخلية. طلب ممثل الجماعات الترابية الأعضاء بالمجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي بضرورة نشر وتمكين المجالس الجماعية بالإقليم من كل نتائج تحاليل جودة المياه حتى يتعرف عليها زبائن الوكالة وعموم المواطنين على نوعية المياه التي يستهلكونها. وجاءت مطالبة وكالة راديس بنشر تحاليل جودة مياه الشرب بعد تسجيل معاناة المواطنين من تكرر حالات التغير المفاجئ على جودة المياه الصالحة للشرب، خصوصا في الرائحة واللون، وأيضا بفعل فقدانها للشفافية والصفاء بكل من أسفي وسبت جزولة. تفاصيل أكثر تطلعون عليها في الأخبار. ونمر إلى يومية المساء. الدرك يطيح بمسجل خطر بعد مقاومة شرسة. نجحت عناصر الدرك الملكي بمركز تلات بوقدرة بداية الأسبوع الجاري في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية دون ترخيص وتعريض حياة شرطي للخطر بالضرب والجرح. وتمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد مكان تواجده الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات فاقت 10 بكل من أسفي اليوسفية وأقادير، وذلك عندما كان بأحد الأعراس بمنطقة المراسلة بإقليم أسفي. ورغم مداهمته من طرف العناصر الأمنية بزي مدني إلى أنه تمكن من الفرار لفترة قصيرة قبل أن تتمكن من محاصرته وتشديد الخناق عليه من كل الجوانب ليسقط بعد مطاردة بجبال تنين كحيل. ونبقى في جريدة المساء. ومن مدينة مراكش، احتجاز قائد وأعوان سلطة. حادث خطير شهدته مدينة مراكش تمثل في احتجاز مسؤول في وزارة الداخلية برتبة قائد وأعوان سلطة من قبل شقيقين. وعلمت المساء من مصادر جيدة الاطلاع أنه في إطار محاربة البناء العشوائي انتقلت عناصر السلطة المحلية تحت إشراف قائد بإحدى مناطق مراكش أول أمسنة الثلاثاء إلى أحد المنازل المخالفة لقوانين التعمير في أحد الأحياء بمراكش، إلى أن أصحاب المنزل قاموا باحتجاز القائد ومعه أعوان السلطة، تكتب المساء. نعود إلى جريدة الأخبار هي الأخرى، تطرقت لموضوع اعتقال الغول وكتبت: دارك آسفي يعتقل الغول الذي تهجم على شرطي وصدرت في حقه 30 مذكرة بحث. اعتقلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببقدرة أحد أشهر المبحوث عنهم على الصعيد الوطني والصادرة في حقه 30 مذكرة بحث على علاقة بتورطه في الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية وارتباطه بشبكات دولية لتهريب المخدرات، وأيضا تعريضه لحياة رجل أمن برتبة مفتش شرطة في أقادير للخطر. نبقى بجريدة الأخبار. ومن مدينة الصويرة لنختم هذه الجولة بسلطات الصويرة تنهي فوضى الترامي على الملك العام والمجلس الجماعي خارج التغطية. مطالب بتفعيل أدوار الشرطة الإدارية وتعميم العملية على كل أحياء المدينة. بعد طول انتظار شنت السلطات المحلية بالصويرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة والترامي على ممرات الراجلين خاصة بأزقة وشوارع المدينة القديمة التي تشهد حركة سياحية وتجارية كبيرة. وأكد شهود عيان للأخبار أن تقاعس المجلس الجماعي في الاطلاع بأدواره في تنظيم المجال العمومي ووضع حد للفوضى العارمة التي تعرفها أحياء وأزقة مناطق الحدادة والمدينة العتيقة استنفر لها السلطات الإقليمية التي أصدرت توجيهات صارمة لرجال السلطة من أجل شن حملة صارمة
ضد المترامين على الملك العمومي تكتب الأخبار. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية جولتنا الصحفية قدمناها لكم من أسف جهد، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.